السلام عليكم، سنتحدث عن الدعم الاجتماعي، الدعم المالي والبرامج الاجتماعي. الشرح بطريقة مبسطة للسجل الاجتماعي الموحد. كما هو معروف الرميد ما غاديش يبقى، والسبب هو أن بزاف ديال الناس ميسورة وعندها الرميد، وانطلاقا من العام المقبل سيتم فتح التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. الهدف من هذا السجل هو معرفة الأسر التي هي في وضعية اجتماعية صعبة أو فقيرة أو هشة، وأي أسرة تم قبول تسجيلها غادي تستفيد من تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية. ومستقبلا أي دعم مقدم للأسر أو أي استفادة من برامج اجتماعية، مثلا توزيع المعونة أو مساعدات سواء على الصعيد الوطني أو المحلي. ومستقبلا تخطط الدولة لإلغاء صندوق المقاصة أو على الأقل تقليص من دوره. والدعم سيمشي مباشرة للأسر، بالإضافة إلى وجود مشروع ما يسمى بمدخول الكرامة، لمن خلاله غادي يستفيدوا الناس المسنين من مبلغ معين كتقاعد. عموما الفكرة الأساسية من هذا السجل هو توجيه الدعم مباشرة للأسر المسجلة. سابقا كانت بطاقة الرميد مثلا مطلوبة من أجل إعفاء الطلبة المسجلين في التكوين المهني من أداء رسوم تسجيل 900 درهم. مستقبلا كيف قلنا أي دعم من وزارة أو عمالة أو مقاطعة أو حتى دعم الجمعيات غادي يكون مطلوب أنك تكون مسجل في السجل الاجتماعي الموحد، يعني بطاقة الرميد ما تبقاش خدامة. باختصار مستقبلا أي دعم أو أي مساعدة اجتماعية أو إعفاء ضروري منك أنك تكون مسجل في السجل الاجتماعي الموحد. بالنسبة لطريقة التسجيل، أولا خاصك تسجل في السجل الوطني للسكان، كاين موقع خاص كتعمر فيه الاستمارة وتخرجها وتدفعها للمركز اللي قريب ليك. الموقع فيه عناوين المراكز الخاصة بالتسجيل. كتوضيح الأسرة كلها مطلوب منها التسجيل، الزوج الزوجة والأولاد، وفي مراكز التسجيل كي ياخذوا ليك البصمات وصورة للوجه وقزحية العين، ومطلوب منك أيضا وثائق أخرى غادي تلقاها في الموقع. باختصار كتسجل في السجل الوطني للسكان كيف ما شرحنا، من بعد غادي تمشي تقدم الطلب ديالك ديال التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ولا بغيتوا الرابط غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبة للتسجيل في السجل الوطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب. أما بالنسبة لطريقة التسجيل، أولا الدخول إلى الموقع www.arnp.ma وملء الاستمارة بمعطيات صحيحة. ثانيا استخراج طلب بعد ملء الاستمارة. ثالثا التوجه للمقاطعة أو البشوية أو القيادة التابعة لها حاملا معك البطاقة الوطنية، وكذلك الطلب ليتم بعدها أخذ المعلومات البيومترية. الإشارة يجب أن تكون البطاقة الوطنية سرية الصلاحية، وأن يكون فيها العنوان الذي تسكن فيه حاليا والتوجه للمقاطعة التابع لها. أما بالنسبة لطريقة التسجيل الشخصي غادي نتكلم عليها في الفيديو المقبل إن شاء الله. أعانكم الله.